حبس المستشار مرتضى منصور بعد الطعن ما اترفض والحكم بقى نهائي. في قضية سب وقصف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب اتحكم عليه بشهر سجن وبدأ في تنفيذ الحكم، وبكده مرتضى منصور خسر منصبه كرئيس نادي الزمالك، مع العلم ان محمود الخطيب لو اتنازل عن القضية مرتضى يطلع من السجن. انت رأيك كابتن محمود الخطيب يتنازل ولا لا؟